حالات التكريم، حالات التكريم بصراحة نتحرقوا فيهم برشا باش كيكون التكريم يكون تكريم بالحق، معناتها لحاجة استثنائية، لموضوع استثنائي، لزوز أشخاص استثنائيين. الليلة عنا تكريم، لكن المرأة اللي باش تكرم الطرف الثاني هي بالحق مرأة استثنائية بجميع المقاييس. في هذا السياق نستقبل مع بعضنا مدام كوثر. أهلا بك كوثر، شنو أحوالك لنا؟ لاباس عليك، مرحبا بك كوثر. يا كوثر، يا كوثر حليل استنى خلصنا. لا ما فهمتش حاجه اخي، باش تسلم على الجمهور الكل. جهاني سلمت على شويه ومن بعد شويه. مرحبا فيك. شحوي المحل الجديد. مبروك المحل الجديد. قالت لي مبروك المحل الجديد. ان شاء الله نقعدوا فيه عامين باش نعملوا فوند كوميرس. ان شاء الله تضرب فيه 4 سنين. 4 ومن بعد تبيعوا فوند كوميرس. تلقى يعني فوالا. مرحبا بيك يا لالا. بيك عايشك. قداش عمرك يا كوثر؟ والله إلا محالة عمري 35، أما اللي يشوفني يعطيني 22. تقول أنت معناها؟ لا أنا ديما راجل. تحس روحك؟ لا راجل يقول لي عمرك 22. هو عمرك بالحق قداش؟ 35 سنة. 35 سنة. باهي. واللي لبسته هدايا. أنا كنت خايف لك، ما كنتش باش تسلم عليا. عليه خاطر قداش من مره يجيوا بعض الناس باللباس الشرعي يجي يسلم عليها تقعد يديا في الهواء تقول لي لا. انت سلمت عليها نورمال وتسلم على الناس الكل. نسلم على جمهوري. لا جمهورك العزيز. لا 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 خطيك. لا ما هو جمهور. عاد قبل مره روحي ولي جمهوري. طب شو علاش سلمت جمهوري ولا مش جمهوري؟ مرحبا بيك لالا. عايشك. الوغ منين جيتنا كوثر؟ انا من تونس. من تونس، حتى نتعرف على حكايتك اكثر مباشره تشاهد معنا هذا التقرير. طب ساعات الروتين والمشاغل اليوميه تخلي الزوجين ينساو باش يعبروا على حبهم لبعضهم، وشويه شويه تقل كلمه الحب بيناتهم. كوثر امراه معرسه توا اكثر من 9 سنين، لكن حبها لزوجها كل يوم يتجدد وكل يوم يزيد. خدمه، تعب، صغار ومسؤوليات، لكن الكلمة الطيبة والمعاشرة الحسنة هي الخبز اليومي بيناتهم، رغم اللي زواجهم كان سريع وعلاقتهم بدأت بالصدفة. نفرحوا كيف تجينا امرأة تحب تبوح بمشاعرها لزوجها ورفيق دربها سي عمار. مرحبا بك كوثر. دار فيك شهلولة يا كوثر؟ الحمد لله برشا برشا. انت هكا بطبيعتك؟ انا هكا بطبيعتي. ماكش معقدتها؟ لا 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 لا. من قبل ملي صغيرة. وين تعرفت عليه؟ تعرفت عليه وأنا وقتها نقرأ في الحجامة. أنا مطلقة على فكرة. مطلقة؟ أي أنا مطلقة. متزوجة؟ أنا كنت متزوجة وأنا صغيرة. طلقت بولدي عمره 4 سنين. وعلاش طلقت؟ والله ما حسيتش روحي عرست. حبيته؟ لا دارنا صعاب وبابا صعيب. تعرفت على واحد قال لي بابا تيخ. اش معناتها ما حسيتش روحي عرست؟ ما حسيتش، ما حسيتش مسؤولي دارنا قايمين بيا من كل شيء. لا علاش خديته؟ قلت لك دارنا صعاب، عرفت راجل عرست. لازمك تعرسي بابا صعيب برشا. عرست. عرست بقينا 4 سنين. وقلت له للي طلقنا ونحن متفاهمين، يعني نطلقوا يا ولد الناس، نطلقوا يا بنت الناس. الثاني وين تعرفت عليه؟ عمر نقرا في الحجامه. بريودة كامل زالي شويه على الفونداني. لا هي بروحي شويه هيك، وقلت له طفل والله هي بحبوح وكل شيء. قعدنا كي كنمشي ونجوك كيما زوز، يقعدوا في قهوه يحكي وضحكه لعبه. صدفه؟ صدفه، ما فماش حتى شيء. من بعد حكيت 12 يوم. اي انا عندي كلمه كل ما نقعد وراس وليدي. دار هو خلي عندك وليد. قلت له اي ولدي راجل ما شاء الله. تفاجئ؟ تفاجئ برشا، خاطر هو كان مطلق. ما جابش الصغار، طلق كل واحد على روحه، زاد متفاهمه ومرته. عمل لي تليفون قال لي نعرسوا. قلت له اه. بعد قداش وقت؟ 12 يوم. 12 يوم؟ اه. قلت له شنو نعرسوا؟ هذا يعرسوا. ماشي نعرسوا. هاي قلت هذا يحب. يحب شو؟ يحب يعني شنو هي؟ نحكي لي حكايه ما دخلتش راسي. اوتوماتيكمون اي طفل هونديكابي مش تعرض لبرشا. شو؟ اللي عندك شو؟ انا عندي هونديكابي، عندي ميناجيت ميناجو وانا صغيره، طلعت لي سخانه هبطت لي على ساقي. الميناجيت هي التهاب الحايه المخيه الشوكيه. كي طلعت لي سخانه بعد 6 سنين كونت لي تقويسه صغيره في ساقي وبدات تكبر. جيت بالعمليات من اللي عمري 9 سنين.
عملت حكاية 14 عملية فوا دو. عملية على ساقي؟ على ساقي وعلى حزامي. وشو من العمليات؟ باش يستولي ساقي كانت في ما كانتش هكا، كانت هكا. وطولك كان هكا ولا لا. كنت أطول؟ ثلاث، ما كنعرفش طولي شنيا هو، خاطر ملي صغيرة وما يعملوا لي في العمليات. ميكي نقعد أنا هكا ويقعد بجنبي حد. أي. مش هكا قصيرة، بالأكتاف. كي جاي يحكي لي الطبيب قال لي يعني أنت تكليت ساقي. ياكل لي قاعد. شو تاكل؟ ياكل لي في العظم. المرض في العظام. بديت عمليات 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 عمليات، جات بريود عمليه قعدت عامين في كروسه. غلط لي وقت الطبيب هكا حاجه وبديت عمليه تعبت، قلت له دكتور راني ما يزي وقف العمليات، خاطر انا كي نستوي ظهري هكا ونقف ساقي ترجع مستويه، مي انا ما عادش ننجم. صاي خذيتو الكليبر انا. توا هاك تمشي نورمال. لا الحمد لله توا قصيت، نحكي لك قصيت العمليات صافا يزيني. قلت كي بدا يخلف لي خلف لي في يدي المرض. اش خلف لي؟ خلف لي كونه هكا. ما يجيوش قد قد. لا اما كي تشوفني انت ما تنجمش تطلعها، ما يطلعها حتى إيه انسان. ما يقلقكش هذا لا في الماكله لا في لا لا لا, لا الحمد لله عاديه جدا. سقيك لا لا لا, لا عادي عادي توجعني الحمد لله. مي الحمد لله جبت تاخذ في دويات وكل لا 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 ما ناخذ حتى شيء ما نعديش وما نحكي لا باس. قررت لا 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 باس. يا باهي باهي دونك تعرفت عليه قال لك هاي نعرسوا. قال لي هاي نعرسوا روحت لماما قلت لها ماما راه فما واحد قال لي هاي نعرسوا. شكلك قالت لي يصفي انت كل نهار نهارين جايبتينا واحد يخطب في انا اللي يعرفني نخاف من باب نقول له يجي يخطب يجي يتعشى ويفطر ويهرب يقطع. تضحكوا والله يزيد عليه يقطع فوس صفقوا و... علاش يقطع؟ ما نعرفش مو بحكم الاعاقه وكل شيء يقول لك هذاك كي يخزر لك شنو نحب نفهم فقط شنو؟ يحكي معاك يحكي معاك ويقول لك هكايا مثال قول له انا راني بنت دار وكل شيء يقول لك خنعدي مرحله الخطبه ذيك خاطر مش كيما وقتنا نحن كيما وقتهم هما خنحطي المرحله ذيك خنخرج ونحوس وكل شيء تختار فماش تحويس فماش خروج بابا صعيب وانا انسانه مطلقه يا اخي كل شيء يمشي على روح يمشي على السبب هذاك ولا على لا على السبب على السبب وعلى الاعاقه اون دو دو على الاعاقه الاعاقه يكتشفها ديريكتومون ولا ساعات انا تصير لي كان نبدا قاعده مع اصحابي هكا في قهوه يقول يا طفله ما احلاها وكل شيء كيما اي طفله من بعد كي نقف نمشي نحس هكا يدور وجهه تغيظني في الشارع التوا تصير لي الحاله في الشارع يا شو يما شنو هي شو يما ما يهمنيش يا شو يما شنو شو المراه كيفاش تمشي ايش بيك تمشي عادي لا لا تصير لي لا لا تصير لي ديما تصير لا نحب نعرف نظرة الناس ليك كيفاش؟ لا نظرة الناس سافا با على الاخر. على الاخر؟ على الاخر. وهذا مقلقك انت ولا لازم تبوس متجاوزة؟ يقلقني توا يقلق خاطر بحكم صغير ولادي كبار وكل شيء. قداش عندك اولاد؟ عندي أربعة. تبارك الله. ما شاء الله. ولدي عمره 14. تبارك الله. يوسف 14 وشيمة 9 سنين وجهاد 6 سنين وحمزة 3 سنين. وعليه أربعة صغار؟ لا ما شاء الله ونزيد الحمد لله كان في استطاعتي. سامحني لا الحمد لله نحب نجيب الصغار ما تدخلش في حياتك لا ما ثقل كبير عليك لا ما يسالش راجلي يحب الصغار وانا نحكي ماديه راه لا الحمد لله يعيشوا وناوي تزي ان شاء الله كان ربي اعطاني هكا وعملنا دويره ولاباس الحمد لله نزيد صغار بارك الله عليك والله وراجلك يخدم نجم يتكفل باربع صغار الحمد لله معيشنا والحمد لله خير من الناس واقل من الناس واحسن من الناس ايا يهربوا كي يراوك وما يخطبوش ما يخطبوش جاء عمر خطبني هذا جاك لا قال لي نعرسوا قلت له نعرسوا وكلته حاجه ما وكلتش ما يحكش فيه ما يحكش جمله قال لي نعرسوا قلت له به جاء خطبني مازلت ما نعرف عليه حتى شيء وما حب يشوف النمط اللي حكيته له قلت له راه بابا صعيب راه امي صعيبه راه خواتي صعاب راه مش تشوفني راني ريتني نخرج سبعه نتاع السوايع باش نمشي نقرا يلزمني الخمسه غير ربع مانيش في الدار الخمسه ناكل تريح قال لي كيفاش تقولي لي مراه مطلقه تاكل تريح قلت له طبعا ناكل تريحه من عند بابا راه بابا صعيب قال لي به خطبنا بقينا حكيت 18 يوم قال لي ماما تقلقت من الحكايه قلقت من شو؟ قلقت كونها كوثر ولد صايب باش تخرج تمشي تقرا باش تقابلوا في القهوه وكل الحكايات وبابا لا بابا ما لا بابا منحيها نحيها الصوره هذيك من مخك باهي عقلي نحيها بابا ما فماش بديت نتقلق قابل هو ماما قالت له عايش ولدي جا نحكي لك راهي بنتي هكا وهكا 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 راهو كان فما حاجه قول لي عايش ولدي كان تصدمنا ما شاء الله راجل بوكوس مزيان محلاه ليش بيك انت؟ ديما نحطوا لاعاقه لا والله انا لا تبارك الله لا ديما نحطه الاعاقه لا اوتوماتيكمون لا لا مع العالم المجتمع اللي عايشينه انا نحط هذيك اول حاجه
عمل لي تليفون قال لي وينك انت تو ما خليش قابلت امك امي سمعت بها الحكايه بعد 3 ولا 4 سنين قلت له هاني باش نروح قال لي باهي لحظه قال لي شنو قلت له يوم 3 قال لي اسمع نهار السبت كتبان صديق طحت ما في عيني بل مشي علاش شنو هي علاش علي حتى نشوف عمر انت تقول لي عليه بالفرحه ولا بالفجعه من لو دو فرحه وفجعه الفرحه فاهمينها اما الفجعه علاش الفجعه قلت ليه مش يحكي في حكايه ما صدقتوش ما صدقتش وجيك باش يكتب استنى نهار الجمعه اختك حنه ونقشه ودنيا وعملت في خلامه ولا وبابا شي يقول تي لحظه واش ما جاش انت زاده شموت على خلامه وبابا الموت على شنو هو تموت على خليها تو قلت ما جاش انا نموت على خليها تي كلمه تقولها انا نقولها نحن ريتي نساني شنو نحكي انا تو هاي تفكر يا نندبهم حنيتي وحرقصتي اسمع نندبهم اي قولي بردي القايله باهي امشي انا نقول لك نندبهم بردي القايله صحيح امي تقول نندبهم نقول لا 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 بردي القايله باهي اه ديما عندك كلمه نندبهم اي نندبهم انا تو باهي شدوا عندكم كان قالت نندبهم نندبهم باهي مشيت الحكايه كي حنيت ونقشت ولبست روبه وصحابي واللي يسمع يجي يجري بابا شو قال لي؟ ها قال لي كان يجي حذري وقد اللي جيت عشاء ها كان يجي يا ربي صيح يهرب يهرب ركبني الستريس ليلتها عمر اصحابه ايه هو اسمه عمر انا عيط له عمر نندبهم اصحابه عملوا له حفله سكر التليفون شنو سكر التليفون طاح شارج ولا سكر الله اعلم يا ربي قلت يا ربي حن اكو قلت سكر تليفونه سي نندبهم برد القايله هزيت روحي ومشيت سي الصباح 9 جت 10 جت 11 جت مشينا لعاد المنف قلت عاد المنف لا 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 عدوله عدوله اخت انا ما عنديش عندي شو عدولة عدولة اي عدولة نحنا عدلة يا بنتي اي عدلة ولا عدولة شو عدولة اي يا كنت نمشيو لعدولة العدولة العدولة العدلة العدلة ولا عدولة يا اهل ندبهم خلي قال عشي العشاي برد وين؟ برد القيل تستنى عاد تستنى لحداش خرجت انا وماما واخويا بشير و مشيتوا مشينا للعدولة للعدلة لا العدولة العدولة الراجل وين؟ الراجل باش نتقابلوا عند العدوله ما حبيتش نقول له صدق في عند العدوله اي غاديكا في على بلاصه مش مش ورا... ما عني يعني مش باش نعملوا حتى شيء باه مشيتوا للعدوله مشينا للعدوله تو ما حبيتش نحكي حتى شيء شرابت هاكي البابا وسكت مسكر وسكت برك وسكت برك نقول ضربته كرهبه ميت طن حكايه حكايه لطف نص نهار غير 4 نشوف فيه جاي من بعيد جاي أو سبقتك بالحديث كي جاي يخطب فيا. العشية كي جاي يخطب فيا، إيه أنا الجيران وأنا هذريبة. هذريبة؟ إي لا 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 لا. نمشي لساني يمشي. هذريبة إي أنا هذريبة. الجيران الكل قلت لهم راه باش نتخطب فرحانة. فرحانة؟ وأنا ما نعرفش نطيب، لبست طبلية وما غطت روحي باليدي. هذه باش يسمعها أول مرة، ما نعرفش نطيب كي خديت ما نعرف نعمل حتى شيء. بس طب ليه ماما عملت كسكسي وعملت طاجين حبيت تقنعوا لي انت طيب مسرحيه مسرحيه كي دخل كي جاي من راس النهج جماعه الحومه نحن حومه عربي قاعدين الكل قدام الباب مفرشي هو جايب الواحد بوكي نوار مش شادو هك قلت نتاع معدنوس داروا الفيه شبيه وجاي عاده واكل بناوي قلت له اللي عندي ما عند حد بوغوسو بوغوسو اللي عندي ما عند حد انا كلمه ديما نقولها يعني بين قوسين سامحوني في الكلمه انا لليتكم قولي انت علاش علاش خاطر عندي سيدهم اه برافو معكم اما هذرابه بالحق برشا 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 اه استعرف لغه شو هذا اي كتبنا صديق لا نرجع نرجع هو جاي من غادي أه؟ تفرهت شوي الحمد لله وتعال وين دخل ملي ما انا جيت نسال وينك لقيت راجل وجع على عينيه تقول له وينك
اش بيك عملتك؟ لا ما هو كي نقعد يقلل نتعب بسيخي برشا لازمني نتحرك. قال لي دخلنا كتبنا صديق وروحنا. روحنا عملنا لما وين روحت؟ روحنا لدارنا. ما عندوش دار يا اخي؟ لا ما عندوش دار، السنة ما عندوش دار، ما عندنا حتى شيء. روحت لداركم؟ لدارنا. هي؟ انا الخول فوق، خاطر نسكن الفوق دارنا. لا قاعد الدار. لا ما عملنا شيء، نسنا على بعضنا، كتبنا صديق، هو مطلق وانا مطلقه ومازال هو معلمش دارهم، كان انا دارنا في بين. قال لي هاكي قعدت بحذنا ثلاثة ايام ولا اربعة، قال لي هاكي في داركم، خلينا نمشي نحكي مع دارنا وتو نجي. اخي ما قالش لدارهم هو. قال مثال لأمه واخته، فهمت حاجة عملناها في بعض على الضيق. فهمتك فهمت. بعد فهمت كل شيء، مشيت الحكاية كيك، بعد جمعة جاني قال لي هاي عندي دار أختي في حمام نمش نمشوا نقعدوا غادي كشوية. شهر عسل تقول أنت غادي. وقت الشهر ال شو؟ لا ماهوش بصل، ما نقولوش بصل، ميو الشهر اللي فقت بيه بعمر الحقاني. إي شهر العسل معناتها عديت. نحن وقتها نقولوا شهر العسل، ماهوش شهر العسل، نحن ما وقتها ما بديناش في العسل، مشيت باش نستكشف دارهم وأخواته وأمه. مشيت للحقيقه خاطر وقتها مشيت لدارهم؟ اي مشيت لحمام لنف، ركبنا الحمام لنف ومشينا. ايش اللي عنده اخته ملتزمه برشا اللي هي صغيره، اي ملتزمه برشا ايش برشا برشا. كي دخلت انا وقتها مازال ما حضرش صديقي. شو يبدي كتبت صديق ولا كتبت صديق مازال ما حضرش. مش تقعد تدور بورقه؟ لا 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 لا، وقت اعطيتها الحق انا. كي وليت كي تولي ام نتاع انثى تعطي الحق للكلمه ذيك، حسيتها خافت عليا هي وقتها. اش قالت هي؟ قالت لي انت شكونك وما عندكش صديق؟ هذا وحدنا كي تحسبني وحدنا. يا اخي سامحني توا واحد يكتب صديق يقعد يدور بورقه هاو صديق. اي 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 شنو هو انا ما ياخذ قرار وحده. اي خاطر ما حضروش بتتر. ما حضروش وياخذ قرار وحده هو وامه ياخذوا القرار يرحمها. اش قلت له؟ قعدنا بيريود غاديكا تعبنا برشا في العيشه. اي امه يرحمها قايمه بينا. هو ما يخدمش هو؟ لا وقتها ما الدنيا تعبه شويه معاه، وقتها هو داخل بعضه شويه مازال يشرب ومازال كل شيء، مازلت مي ما نعرفوش. فما ليله تعاركت انا وياه. علاش؟ والله ما مازلت ما فهمتوش. مازلت ما فهمتوش برشا، على فكره نزيد نعطيك كل مره نعطيك. ما تعرفوش بكدا. يعطيك الصحة. نزيد انا ما قلت لك انا لليتهم خاطر عندي سيدهم. باش نزيد نزيدك حاجه اخرى. انا راجلي امر من المر واحلى من العسل. شنو هذه امر من المر واحلى من العسل؟ فما حاجه امر من المر؟ ما فماش. وفما حاجه احلى من العسل؟ ما فماش. دونك كيفاش تجمعوا فيه هذوما الزوج؟ تجمعوا فيه. قول لي على المر مالاه؟ المر راجلي ما يحبش الكذب حتى بتفدليك. مثلا باش نعطيك جهاد اقعد عاقل تو بعد نعطيك حلوى. انت عندك حلوى ما عنديش، مي ما تكذبش تقول له نعطيك حلوى. با سو بوان. هذيك تغشش راجلي. لا با سو بوان. لا ها نعطي ما فماش. اي شنو الاخر؟ وانا قلت لك ديجا قلت لك اللي عندي مع المر الاخر شنو؟ المر قلت لك ما يحبش كذب. ما يحبكش كيفاش؟ الكذب تخبي عليه. باهي العسل. العسل طيب حنين باهي راجل برشا برشا ما لقيتش ما لقيتش برشا 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 برشا. باهي اكتشفت الحقيقة في دارهم. في دارهم اكتشفت، هزيت روحي قلت له ما عادش قاعدة معاك، دزني هكايا عركة كبيرة وخرج، قلت له ما عادش باش نقعد معاك وصاي أنا لما ساكي، صاي باش نمشي لدارنا يهزيني تعبت. لميت ساكي وباش نمشي، وقفت أمه قالت لي نقول لك حاجة يرحمها. قالت لي اصبر راك خذيت زين الرجال. رجعت بالتوالي حطيت ساكي وصبرت. وصبرت، صبرت على شنو؟ على الظروف الخايبة. على الظروف الخايبة، على المعيشة الخايبة. على الأخر. هي؟ على الأخر عشنا سبعة شهور في حمام لمف. لا 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 أراك الله مكروه. فانا عام هذا؟ هذايا 2010 ما نستحضرش. عرست 2010 دونك. أكيكا يوم. باهي. حبلت فما مدة نزيد نحكي لك، هذايا ما في بالوش بها مش نحكيها توا. يدري برشا حاجات ما في بالوش بها. أي أي. تلمون نخاف منه نخبي عليه برشا حاجات. ما نقولهم لهم بعد. قلت له قال لي حبله، قلت له راني حبله وشموه، قال لي نحبوا نجيبوا بنيه سموها شيماء وليد نسموه جهاد. قلت له باه. من بعد هبطنا من حمام لم فكرينا كرينا في باب الفله. باب هبطنا لباب الفله كرينا انا وياه وامه. هو متعلق بامه برشا يرحمها وهي متعلقه بيه برشا. كرينا في حمام لم وامه تعاون فينا وكل شيء. يمشي هو ينصب في شارديغو. ينصب شنو؟ نصاب على كرتون. هو نصاب. اي انتصاب فوضوي ذاك.
يتسمى عنده نصبة؟ اي عنده نصبة. ينصب فيش؟ كل مره ارتيكل، ما هو نصابك ما تشدهمش، كل مره سيكا فهمتني. مره تلقى الشرطه البلديه راهم ديما في جرته، ديما مسكين ديما في جرته. من الانتصاب شبع حبس وانا معاه بربي. أي. شد برشا مرات حبس برشا برشا مسكين. سكنا في باب الفله، سكنا في باب الفله. قعد معايا 4 شهور وتشد. تربط؟ تربط. قدر. عمل العركه نتاع انتصاب وهربوا بالسلعه والسلعه تفكت. حاسيلو بقى حكايه 6 شهور. عدى طبعا. منهم 4 خرج من باب الفله. مشيت لدارنا وامو رجعت الحمام ما نجمش. ما نجمتش اي. مشيت لدارنا قعدت في دارنا، قفتو تيب كل جمعه ونمشي له كل جمعه. وقفت معاه في محنتو اه، ودارنا وقفوا معاه، دارنا يحبوه برشا. يعطيهم الصحه. وقفوا معاه ويحبوه برشا. كيف هو هكا شهلول و... لا مالاش بي حشين برشا. حشين برشا. فهمتك. باهي خرج. كي خرج جينا لدارنا، قعدنا شوي في دارنا، ومن بعد سكننا في لا كلمني في تليفون قال لي اسمع راهو لقيت دار في روتشار ديغو نجامي كار، زيد نهارين تجي تسكن. قلت له باهي ما نحكوش على التفاصيل. زدت نهار شنو التفاصيل ونجو نسكن على الدار يعني. مشيت سكنت في روتشار ديغو في ناجي هنو بورتمان غادي بورتمان اي كوم ام ريشارد يعطيك الساعه مهم الكجانب. طلعت سكنت وكل شيء. بقيت يجي 3 ولا 4 شهور لا ماء لا ضوء وصبرت. ما تقوليش دخلت لك الديار نتاع الاجانب الفرنسيين. اي ملك الاجانب التوا فيها؟ التوا فيها والحمد لله. بون اه دخلت لما قلت لك لا ماء لا ضوء شهري وانا قاسي وبريود ثوره. النصابه تجي هكا ولعبه تعس وراجلي بريود يعس على المجازان كيلم برشا اولاد من النصابه فعود باش ينسوا بيته يعسوا الليله ب 30 وكلها تاخذ وتروح يصوروا طرف فلوس. طرف فلوس سكننا غاديكا. من بعد جارنا اعطاني خيط نتاع ضوء ومجارتنا اعطتني الماء كل مره يعطيني واحد. ولدت شيماء بنتي ربي يفضلها لك عايشه. فرح برشا. عملنا كسور عرقوبها باهي البنايه؟ يقولوا ديما البنايه عرقوبها باهي. لا بعدها قاسيت برشا والله الله خاطر قعدت 13 يوم وتشد بوها. تشد مره فاش تشد؟ على الانتصاب الفوضى. الله وين؟ يا والله لقيت روحي نفسها في 13 يوم باش نخرج نصفا على ذراعي ونخدم وقفه و... ونخدم. ايش عمل؟ تشد قديش؟ وقتها تشد 9 شهور. 9 شهور يا اخي ينتصب ينتصب يفكوا له السلعه ردة فعل. لا 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 ما تقوليش على الانتصاب الفوضى. اي الانتصاب الفوضى خطيه ويحجزوا السلعه تلقاها ضرب. لا يعني قلت لك لحظه بعد ما يفكوا له السلعه اسكت انت وامشي خاطر كي يشوفوا كل السلعه عند راك باش تصبح غدوه الصباح. يعتدي على الاعوان وعلى الشرطه البلديه. لا 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 يضرب بشكون؟ ما ضربش. مالاش عمل؟ كولي ساعتي هو ده الحبس وكولي تضرب يزيد ياكل تريحه ويزيد يدخل الحبس. لا علي بالكلام بالكلام يسب هذاك يسب هذاك يجبد بونتويت هذاك يقول له هيا معايا هذاك يدزو. تعتدي على موظف زاد اثناء مباشره العمل. تعتدي على واحد مسكين عامل كاردونه غدا باش يصبح بطال. لا عنده اماكن مخصصه باش يمشي بها. ما فماش حتى اماكن مخصصه. شنو يجي يبيع زاد قدام بانكا قدام مجازان مش معقول. شكون ما عندوش حتى اماكن حتى اماكن. ثم سوق سيدي بومنديل سوق باب الفل انت تنجم سوق المنصف بي موجودين. ما ينجمش ولد شارد يقول يمشي لنهز اسمها اللي حكيت لي انت بومنديل بومنديل ينصب باهي. ومن بعد بسرعه ومن بعد بسرعه حاسيلو خرج تحسنت شو تحسن الامور حبلت بجهاد جا جهاد عرقوا مو به لا خل الحبس مره اخرى لا 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 تعبت بينا الايام مي خاطر زوز صغار زوز صغار والحمد لله يعايشهم مش قضية يعيشهم لا يعيشوا ولا لا يعيشوا اسمعني نعرف هذه حاجة ربي راهو باش يعيشوا ولا باش تجيب صغار اما كمان معناتها 4 صغار صيب في وقت الحمد لله. لا والله تي نعرف الحمد لله. لا لا احنا انا نحكي على تربية باهية على لبسة باهية على ماكلة باهية على سكنة باهية على ظروف باهية اللي حكيت عليهم الكل ايه معايشنا فيهم هو طوميو يعطيه الصح باهي ايه بعد بديت تتحسن الامور بديت تتفرهد شيخت بديت في الانتصار اي بديت تتفرهد جاء حمزه ثالث ايه عرقوا بوبي برشا حمزه بديت تضحك الايام حمزه هو اللي قلب العائله الكل بديت تضحك الايام كيفاش يقول لك نوصي واعتب ولا بعد من ذريه بديت تضحك بديت انا كيفاش تحكي بديت مثلا كيفاش يقولوا فيها واحد بدا ياكل باللحم العلوش
علاش هذا كل شيء؟ اي كنا مثلا ثلاثه صغار، لحم العلوشه عندنا كل 15 يوم. اه نحن الحمد لله نجموا ناكلوا به حتى ثلاثه ايام ورا بعض. اه ومناش هذا؟ من الانتصاب. من الخدمه. منه هو. سلعه جديده. يخدم ما يركحش، الصباح يقوم. اي يمسح البلاص. بلاص نتاعنا يمسحوا، شو نقول له؟ نقول له عمر عطاتك المحاميه الفلوس، اسمع مليح، الفلوس نتاع البلاص، عطاتك المحاميه الفلوس نتاعي نتاع البلاص اللي تمسح فيه؟ ما فهمتش. المحاميه عطاتك الفلوس نتاعي، يقول لي انا نتاع البلاص اللي تمسح فيه. يعني هو يخلص مش انت؟ لا انا نخلص. قداش تخلص على البلاص؟ ناخو 20 زوز عشرينات 40 في النهار؟ ليه؟ اه في الشهر. آه اما ننساهم فهمت، اما تلقاهم كي تنساهم. وكل يوم هو يقد البلاص؟ كل يوم يقد البلاص. ما يرضاكش انت تتعب؟ لا يخدم في بلاصتك. وبلاص اخر هو انا دبرته انا البلاص هذا، هبط مرتين ثلاثه يلقاني نمسح فيه، ما حبش. خلي برا ارتحت نمسح، واش تعمل اخي انت؟ قلت له لا راهو كيكا. قال لي لا لله ربي ما نتصورش انت تعمل. ما تقوليش فيه قداش من ايتاج؟ كاتري ينظفوا كل. اي يعطيه الصحه. انا على فكره بين قوسين كي نبدا اونسانت اي كي نحبش نمشي من شاردي قلبي بتزير قريبه عاد. اي هو انا بحكم اونديكا بي والله على نهج اسبانيا بحكم اونديكا بي وكرشي كبيره اي كيفاش يهزني يركبني دقيزه جدك والله من وين لوين من شاردي قلبي بتزير دقيزه دقيزه بربي تحيه كبيره لي جد شو بتعرف نورمال ما يتقلقش كي يروح للدار نقول له تو انت هكا ما خليت لي صابونه كيكا يحطوا ينفخوا لي في الماء السخون ويحط عليه الشامبو لومو ويخرج كي يرجع في الليل يغسله لي ويحطوا يسكت جست ننشروا برك باش ما تتعبش باش ما نتعبش انا وراك سالت علاش يعني ما نعرفش يحبك برشا ايه فوالا قول اي بركه ما عندوش هدار ينساه لا بكل لا حتى وهو راهو كان في فيسبوك نحي لحيه ونحي قميص ونحي كونه خاف ربي كل شيء حتى وهو كان يشرب ما عندوش اه بطل الكول بطل كل شيء يخاف ربي اه سامح يخاف ربي حتى هو يشرب قبل نقول له يقول لي لا هذاك ما تمسيهمش الفلوس هذاك مسي الفلوس الاخر داره وصغاره وولاده مش من فلوس قبل كل شيء ومن بعد يا شيخ هو خلي يزيد توا خمسة سنين وهو الحمد لله صبح وحاضر واثنين وخميس ملتزم معناتها بواجباته الدينيه وكل شيء وتبدل مش تبدل لا تبدل للباهي للباهي اكثر ما نجمش نقول لك تبدل هو 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 يعني. هو هو ما لقيتش كيفاش نشكره هو من اصله باهي زاد بهوا انسان كيف يفيق بدا يمشي على ثلاث اسابيع ونقول له شبيبه يقول لي نحن نسكنوا سليف مع بعضنا شوف في الدار سيلفي ومرتو سيلفي ومرتو نحن في برطمان اي مع بعضنا خاطر الدار كبيره انتم في برطمان اش معنى دار في بلاص بلاص الدار اللي في البلاص نسكن فيه انا كيفاش وعمر انا عائلتين اي ثلاثه عيال وعندكم صاله واحده وعندكم لا 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 كل واحد ماخذ بيت انا الوحيده ماخذه بيت في بيت خاطر انا اللي كنت في اول واحده بيت في بيت جبت كي يبدا يا امي يا امي بعد ما مات امي عيط لي يا امي والله يا سي علي بالحق والله يقولك يا أم والله يا أم يا أمي نقول له نعم تيقول لي تيجي كي يبدا داخل في الباب يقول لي وفاء يعرفونا باش متعاركين كي ما يعيطش عمر وفاء يا وفاء يا وفاء حلي الباب مش والتيبه راه مش كيفيانا مش فيانا في الناس الكل كي يروح من الخدمه يجيب وحده السلامي يطلعها نتاع القطاطس يوكل القطاطس اللي لبرا ومن بعد يطلع للقطاطس اللي الفوق يكمل يوكلها ومن بعد يدخل للقطاطس نقول له واي توتو باش تدخل للقطاطس ولادك نطلب كعبه يا غرت جيني 10 عطيه الصح والله يبدا خادم اليوم مصور 30,000 يجيب لي بها واحده شوكولاته نتاع 12 دينار اي والله ويحطها لي يقول لي هذه شوكولاته يخرجك تخرج نخرج يتفرهد تو نحن ناس زويوله رانا الزويوله يمشيوا للسركه ويقصوا ب 17 دينار مشيت انا يحاولوا يمشيوا بيان سور ما انا ما يسمى اللي نشوف فيه انا ما يمشوش اي بيان سور مشيت انا ولادي الاربعه وسلفتي ولدها وبنت سلفتي هزتهم الكل
اي خلي خلي يهزهم الكل، خلي يتفرهدوا. خلي يتفرهدوا. مي انا هكا كي مد ليش عملت؟ عملت ساندويتشات في الدار. عملت ردعت. اي اي اي. باش ما خليتوش، وكي جيت في الليل قلت له بقيت 10,100. ها راجلي سي علي ما كان الناس اللي ما تنجمش حتى تسرقوا في فلوس، مثال كي تهز هذيك 10,000 حاتها. نجري نقول له هيا هيا نتاعك. تلمو باهي. فما مره جات شكون للدار؟ قلت له هيك تشكشك في الذهبات. ها؟ كلمة كلمة رميتها وبرا رميتها جاب لك موضوع جات بريود لبسني الذهب في داي لبسني ثلاثة فرادي تلمو مو العربي ذيك هو ما يشكشكوش قلت له ها؟ عليه هو الذهب يلزم يشكشك لا ما لازم يشكشك حبيت نشكشكهم مين. بالحق صار الذهب يشكشكوه هو في مخي هو انا في مخي هو في مخه حب يشيل الذهب باش يحب يوصل لك التشكشيكه شريت الاولى شريت الثانيه قالت له قد ما يكثر قد ما يقرب لبعضهم ويشكشكوه لا انا شنو نمشي له نقول له ما شكشكو لا يا ابني يا عمي يقول لي كيفاه كي استحقينا وجد ظروفك تنحى قعدت عام كامل ما يشكشكش نحيت لي ذهبات امان قال لي اسكت يا امان حس قلت له لا ونفدلك بها الكلمه جد بريود دبر هكا حويجه مدها لي أي؟ مدها لي سي عليك يعطيني فلوس باش نخبيهم له فلوس ونخبيهم له كي يحب يطلبني غدو يحب جاتو بيعة متاع سيكان وإلا متاع ستوشات بورتفي كوثر ميساش نكلمك كلمة حشتي بيك قول له شفام ما تكلم بجعت بسيش تعطيني 500 ألف ولا 300 نخدم بيهم وين عاد ليه ليه ليش ناي واحد يقعد يفرق في الفلوس حسسني اللي كوني فلوسي انت البنك هاي خدمه نحكي لك شوي توا لاباس الحمد لله صافا الحمد لله ديما مازال ينصب ولا نقول اي 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 هذيك هي ثلاثة عيال برشا بحكم نحن في النهج تو نهج ميكار نحن في النهج يعني فما شكون مطفي علينا الضوء يتعد هاكا كي تشوفنا وخر وين البولاريس هو كي تشوفنا وخر وعلى فكره في رمضان نبعث ولادي لدارنا ونصفن على ذراعي ونهبط انا وياه الوصل للشارديكو تخدموا زاد نخدموا مع بعضنا شقال الفتره تجيبوا لي امي كي تقدت الامور ما خممتوش تكون عندكم نشاط قانوني تاخذوا رخصه حانوت قانونيه جمرك تخلص باتيندا سي عليك تقول لي تقدت الامور نحن وقتاش تضحك لنا الايام النصابه نحسب لك في رمضان والصيف شويه مثال صيف عملناه وما خدمناش انا وياه واحد ينجم ياخذ حوينتا هكا ويعمل رخصه ويخلص باتيندا ويدور الدولاب ان شاء الله ان شاء الله ويدخل فلوس اكثر وفلوس للدوله والناس ان شاء الله ان شاء الله بحكم يعني نخمم وكل شيء عرفت علاش سي علي لا لانه زاد الانتصاب الفوضوي ما نظرموش به اي تعب منظر خايب هو بيدو مسكين تاعه لازم خدمه قاره وخدمه علاش يقعد نهار كامل هارب ونهار كامل كذا يا خويا تبدا عنده حانوت يمشي يقدم رخصه نتاع جمرك يعمل كذا تو يدور الدنيا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بحكم انا توا جريت خاطر كنت نجري على شهريتي ما كنتش ناخذ فيه شهريتي لا ان شاء الله الشهر هذا نولي ناخذها باش نعاون بنتي خاطر عندي بنتي تقرا بنتي تقرا في ليماريس ليماريس بنتي تقرا غادي خاطر كيما قلت لك البلاص اللي مقابلنا فيه كونسيرج هو تو يعطي فيه في 220 البلاص الكل خاطر ما فيهوش بتبيعته برشا هذاكم الجواب تصور انت تو فيها عامين هو فيه عامين ما يعرفوش الجواب شنو فيه نمشي انا نطلع نجيب الجواب ونجي وعلى فكره نحكي لك على تيبة راجلي فما جارتنا تعرف راجلي اللي كونه طيب وين جارتك؟ انت جارتهم؟ تعرفها مالا قل اللي تحكي فيه يعني اللي تحكي فيه صحيح ولا مش صحيح؟ عيب انت سي علامة تعدي عندك مشكل وانا عندي هذيك هي الحاجه مثل عندك ال 50,000 تحتي برا سي علي فض مشكلتك ومن بعد خليني انا تو نعيش من بعد يعمل الله دي ساعات نهنبهت فيه الصباح نشوف حاجه في جيبه ومن بعد كي يروح نلقى حاجه نقول له صحه ليك ربي يبارك لك توا مسكين اش قال لي؟ قال لي يا كوثر امان عنده فلوس هو في الدار هزوا معاه قلت له شفام قال لي يبداش فما شكون سالني فلوس جابني. فماش ما لقيتش كيفاش نشكره كيفاش نحبه علاش جيتني انت اليوم؟ جيت باش نقول له يا ولد الناس راك اللي عندي ما عند حد. وران انا لليتهم. وعندي سيدهم. ما حسكش بالنقص نهار. لا انا جيت نحب نوصل علاقتك بينك وبينه كامراه وراجل اي ما حسكش بالنقص ما حسكش بحاجه هكا لو السجده غير لله سبحانه وتعالى امرني باش نسجد حد اخر نسردها لراجلي هاو هاو هاو
شو اسمه كوثر؟ اسمه عمر. عمر يكون الليلة موجود بحذانا في برنامج مع علاء. هو المفروض أنه الشخص اللي بشي يتكرم يكون شخص استثنائي، طرف اللي في البلاصة الفارغة لهنا يكون استثنائي، أما ما نتصورش باش نلقى إنسان استثنائي ولا شخص استثنائي أكثر من كوثر. ما نتصورش. نستقبله مع بعضنا عمر. مرحبا بك سي عمر. شحوين؟ لاباس عليك؟ شحوين خويا؟ تفضل، مرحبا بك. مرحبا بك عمر. عمر نعرفك. ها؟ نعرفك. دور في باب الجزيرة وباب الفلة. ناس باب جديد فوالا، دونك نعرفك بالكدا 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 بالكدا. مرحبا بك سيدي. شنو أحوالك؟ الحمد لله. لاباس عليك؟ يا ربي وليك الحمد. تفرهدت بحذانا مرتاح؟ الحمد لله والله ما شاء الله. مرحبا بك سيدي. عندك شحد مريتوش عندك مدة؟ شخص عزيز عليك، إنسان تعزه معزة خاصة، غايب عليك عنده مدة، مدة كبيرة. متذكرش. عندك شخص عندك مدة كبيرة ما ريتوش وتحب تراه الليلة في برنامج مع علاء؟ عندي. أه؟ عندي. شكون؟ عندي في السجن مش في البر. كيفاش؟ اللي عندي في الحبس معناتها مش البر. مثلا لي شكون؟ عندي خويا. خوك شبيه؟ مربوط. مربوط شبيه؟ اش عنده؟ قضية. قضية تنجم تحكي لي ولا ما يسال شيء؟ اي شنو هي القضية اللي عنده؟ عنف. عنف، ضرب حد؟ قداش تحكم عليه؟ 6 سنوات. 6 سنين حبس، قداش عدى منهم؟ قريب 4 سنين. 4 سنين. قريب. شوف معايا شكون اللي استدعاك الليلة في برنامج مع علاء. طب تفرد شوية. أسمعني برك، سامحني والله سامحني. مسامحك شو عملت لي؟ ما كيش كيفاش نعيط، كيفاش نشكرك والله سامحني. سمع الدنيا. ما كيش كيفاش نشكرك، راجل طيب برشا وباهي برشا. نحب ميساج نوصله للنساء الكل، اللي الراجل راجل والمرأة مرأة، اللي أنت مالكش مثيل. لو كان الرجال الكل كيف كأنتي تولي الدنيا بخير. نحب 12,000 تونسي فرنساوي عالم كامل اللي يعرف اللي أنا لليتهم وعندي سيدهم. أنت إنسان طيب برشا وباهي برشا وعملت معايا برشا، ما لقيتش كيفاش نشكرك يا عمر والله. لقيت أنت طيبة يا كيف. أنت قبيلك قلت كان حد وحد. ها نحب نوصل ميساج، فما رجال باهية وفما إذا نسى باهية، راهي رجال باهية، الراجل ديما البرامج الكل وكل شيء، راجلي عمل فيا، راجلي ضربني، راجلي عمل لي، راجلي دنيني. الراجل اللي ديما اللي يلوي باش يرضي ربي سبحانه بإذن الله ما يظلمش مرته. ما ظلمتنيش، سامحني انا في يوم ما كان ظلمت. يمكن انا يمكن انا يمكن كان نعم انا يمكن ظلمتك وانا يمكن ما فهمتكش، وانا راني جبتك باش نوصل ميساج للعالم الكل اللي انت احسن راجل. ربي يبارك لك. واللي انا ما عند حد، اللي عندي ما عند حد. هذه موجوده تشير في كل بلاصه. والله ليه اللي عندي ما عند حد، اللي نشوف فيه انتوا راجلي عايشه فيه الكل، اللي عندي ما عند حد، راجلي راكب دقيزه ويدور على مرته باش ما تتعبش هي، ما فماش، ما ريتش. الحمد لله. حتى في اقرب الناس ليا، انت انسان قايم بيا وبولادي وبخواتك وبدارنا، والله سي علي دارنا زاده. دارنا ودارنا واخواته عليك النصبه وعليك الكرذونه. ما يحرمنا من حد حتى شيء. اللعب اللي يتخيلها أي واحد بوه لاباس عليه يخذاه ما يحرمش ولده ويخواله. بتفدليك ضحكت قلت له راهي مرت صاحبك عندها مونجيلا سواتش. بخات في راسه يعني في وقتنا هذي ما فماش يعني الدنيا كابسة وكل شيء، ماشي يمشي يشريها لي مونجيلا سواتش ب 275 ويحطها لي في يديا ويخدمك الجمعتين والثلاثة باش يرجعهم هذاك مش يعمل راس مال آخر. بالحق ما لقيتش كيف ومشيت معاك وقعدت وسامحني وتصرفت عادي وكلها راهي في بالها وكلها موافقتني سوى خواتك ولا دارنا ولا العالم الكل موافقتني على خاطر انت انسان ليس لك مثيل. يا ربي يبارك.
وسامحني سامحني سامحني بالحق سامحني، تعبتك نهارين سامحني بالحق، خلي العالم الكل يعرف مش اللي باش يسالك باش يسالك في حاجه تصير في خاطر انا نكرم في انسان مليهوش مادي نكرمك بالحق مش تستحق نكرمك. وانا خزرت ميساج قلت له ربي سبحانه وامرنا باش نركعوا لغير الله سبحانه وتعالى نركع لك ليك انت ما حد ما عندي خلفك انت الحمد لله ان شاء الله ربي يجازيك وربي يبارك لك وربي يعطيك ما تتمنى اجمعين ان شاء الله. عمر شبيك سكت يا عمر؟ نسمع فيها تحت هول الصدمة حسك مصدوم. لا ما كنتش في السؤال هي نعرف انتم جيتوا مع بعضكم. لا هي بيتين بعض في بالي سبحان الله وعاونتنا هي باش نجيبوك ما وصلنا باش نجيبوك كان ما تعبتنا ورغم ذلك جيت. سامح لها لبستك عجبتك فيك الور شنو اللي لابسه من فوق؟ قميص. قميص مزيان يحيي سنة ها؟ وقاعد يحيي في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بالحق عجبتني معناتها الراجل لابس مودرن صلى الله عليه وسلم، لابس مودرن وسبادغي وجوكينج ومن فوق حاجة معناتها اش تتسمى هذه قميص؟ قميص يا افغاني قميص حلوة لبستك مودرن معناتها متدين تصلي تعطي في حق ربي ونحسك اين هكا شنو هي الخدمة؟ خدمة لا نصاب شاد جيجون نخدم في السوق نصاب نصاب حلتش مشكلة النصب والله نوعا ما عطاونا بلايص ومازالوا ما يقومش معناتها اي مطفين عليكم الضوء شوي اي مطفين الضوء شوي طلقتوا في رزيق ولا الحمد لله الحمد لله نخدم صفا معناتها الخدمة ماشية نخدم نعرف اللي بعد الثورة تعبتوا شوي وصارت حملات بطبيعة الحال لأنه زاد منظر البلاد زاد ما وش به وحوان توا يا رسول الله يجي نصاب يحط لك نصبة نتاع لعب قدام حانوت تبيع اللعب مش معقول هو يخلص في بطين ده ويدفع في ضرائب للدولة ويخلص في فاتورات ويجي سي نصاب يحط الوحدة ويلعب في الفلوس النت. أنا مانيش ضد أنه إنسان ما يخدمش يدبر نصبة ويلقط رزقه أما يلزم تتنظم ينظموه صفا باش ولا باش اللي عنده بتين ده واللي عنده حق واللي عنده مجازا ما يتضرش وانت زادة زوالي وعندك نصبة زادة يلزمك تعيش ومن حقك باش تعيش اما ما نشوهوش منظر البلاد زادة ينظموه فوالا وعدوكم بالتنظيم ان شاء الله يا رب هكا ولا ولاية تونس اش قالت؟ دارنيير مون قالت هيئة فضاءات ولا نستنوا فيها ايه وقتها تولي عندك بتين ده وتخلص ان شاء الله ربي يسهل به المراه هذه يبدو لي مراه استثنائيه شوي وانت اكثر منها شنو هو اللي جمع بيناتكم الزوز؟ قدر ربي سبحانه مش نقول شنو هو اللي جمعك مع المراه هذه وخلاك تعمل معها اللي قالته؟ والله اللي خاف ربي يتقي الله فيها وخاف ربي فيها. الخوف من ربي واتقاء واتقاء الله في شخص هذا متفقين فيه هذه مسألة لا جدال فيها يكثر من هذا شو واحد يحب لا 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 كي يتقي الله في شخص يولي يعاملوا باللي يرضي ربي اذا عاملوا باللي يرضي ربي علاش تعامل فيه باللي يرضي ربي ولا هذا هو التفصيل لهنا علاش على خاطر الشخص هذا تحبه ولا ما تحبوش نحبه مالا فوالا شفت ارضاء الله في شخص في حبك ليه راه اي ولا هذا هو لا نحبك تقول الكلام هذا يا عمر اي نحبه مش تقلق فلا اكزاكتومون زوجتي هذيك خاطر الناس تعرف شو يقولوا لا ذا انسان يصلي ويعطي في حق ربي ما يحبش لا سيدي يحب وعنده مشاعر وانسان بحبوح وانسان تحفون هكا ولا ومودرن وقافز وين زاد هذا هو فهمت يا عمر الناس تاخذ فكرة غالطة على الناس أنا هنا مش باش نلمع لك لا صورتك ولا باش نلمع لا صورة أرى أنا سمعتها هي اش تحكي عليك الحمد لله تفهم وين سمعتك أنت شو اللي تحكي عليها فهمت دونك مسألة الإعاقة اللي عندها ما كانتش حاجز بينك وبينها لا لا ما قلقتنيش ما عندي حتى قلق والله العظيم وهي ماهيش حسها ما تخممش فيها جمله من مش حتى نقص فهمت اللي هو اللي هو وتخدم في خدمه في الدار خدمه والله ما شاء الله عليها
انت طلعتها دقازه على ظهرك؟ شقيت بها من شارع شاغل دوغول حتىش الباب الفله؟ مريضه وقتها تعبه شويه. هزيتها؟ هزيتها على ظهرك؟ هزيتها. علاقتك بيها وحبك ليها والتضحيات اللي عملتها على خاطرهم مش لانه عندها اعاقه. لا خد تستحقهم. شنو هو المراه اللي تستحق في نظرك انت باش تضحي عليها؟ كي جبت منها ثلاثه صغيرات معناتها ربيتهم كيما نحب انا معناتها كيما يحب ربي سبحانه. مش مقصره مع اولادها مع مش مقصره مش مقصره مش مقصره مش مقصره تستحق. ها؟ شبيك لابده؟ كنت خايفه. خايفه لا يرد الفعل عليك. اي تمشيش تطلقها مع الدار. استنى استنى عمر عمر تمشيش بعض في الدار تدور عليها؟ لا 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 بشوي نقرا في عينيك. لا 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 اخزرني مليح. انا نقرا قبل ما تخزر لي. لا لا اخزر لها قتل قبل ما اي انا قريت لي وصاي ما فما شيء. لا سي بون اي سي بون لا بريك الملعب تحكي في بلاصتو اوكي اي نكمل معك. لا نعرف اللي هو ما فما حد شيء. على فكره هذاك هو هو حتى في الدار هكاك لا هكاك ما يستحق باش نلعب هكا هو كي يعرفني يقول انت ميوسك شي حتى فريق الاعداد يقولوا لي هكا. لا هكاك يبدا يتكلم ما يخزرلكش في عينيك تعاقب بطبيعته. لا هكاك جونتي هكاك. استنى خلينا نسمع هالة اش بيك هالة. اي قول لها يا هالة استنى يصبوا لي في الصب. اي قال لك على ثمانية جمل نحكيو معاه يجاوب كان كلمة. اي اي طبيعة فيك يا عمر هالة نتاع البارح انت هكا ولا كيك واد يعيش الحمد لله. كي كنت تشرب قبل قالت لي كنت تشرب قبل وتابع عليك ربي تو كان ضايع واحد كنت لا كنت هكا زاده ولا اي اي كيف يشرب ضايع ضايع يشرب ايش تحب يكون يعني. سمعت انت سمعت جارتنا ايش قالت لك؟ قالت لك هكاك راهو جارتك هوني راهو في بالك ايش طلع عليك اللي حكيته انا قالت لي اي راهو هذاك هو اللي تحكي عليه. السلام عليكم نعرف نعرف هذيك هي جارتنا. يقول سلم عليها بيسيرش يا جاره هي بيسيرش على ما تحبش تحشم منه ربي يبارك لك. ما تسلمش انت باليد؟ لازم علاش؟ السنه ما تقول ما تسلمش معناها اي نسلمش عليها نسلم عليها نفرح بها ما نسمد بها يدي ونبوس معناتها شو نعمل؟ بالنية الطيبة لا ها؟ باهي هاي تو كيفاش؟ كيف نندبهم؟ برد الجاي عاودة نندبهم برد الجاي ديما تقول لك فيها هذايا نندبهم برد الجاي ديما نعملوا عادي اش تقصد بيه نندبهم برد الجاي هو باهي واحد باش يندبهم واضح علاش استنى هو واضح واحد يقول لك ها نندبهم معناتها اوه اما برد الجاي علاش؟ ما في الجاي يزيد ينفخ الوجه والتحمار البلاصه هكا في البارده العشيه ما عادش حد شيء هذيك هي برد الجاي هذيك عندك لا ماخذ تحب تقوله له غلطتش معاه نهار تحب تطلب منه سماح في حاجه؟ كان غلطت معاش الله يسامحني. عندكش حاجه اخرى تحب تقولها باش نكمل؟ اه انتهز الفرصه نعطيك في ديك ثلاثه دقائق. شو نقول له لي هو؟ اللي في قلبك الكل. ما عندي حتى شيء، انا كاكل ميساج لي هو. كان اقول لك يا ولد الناس سامحني. ويرحم والديك وربي يبارك لك. وراك انسان طيب برشا. حتى انت طيبة برشا وراني انا نحبك برشا ونحترمك برشا وبالحق انت سيد الرجال الكل ربي يبارك فيك يا عمر ما سمعتكش قلت لها نحبك خلي حتى انا نحبك قبيلك لا لا قالها استنى عاد قالها في سياق حديث ومخبية تحسها بالسرقة لا نحبها برشا لا 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 مش انا هذيك تقول فيها لي انا قلت لها نحبها برشا لا قال لي قال لي لا تستحق نحبها برشا تستحقها خاطر انت نحينا تستحق ديريكت نحب هاي اخزر لها اخزر لها انا اخزرت لها ها نحبك برشا يرحم البارح يعمل لي تو واحد يقول لك نحبك برشا وانت تقول البارح يعمل لي لا ذكرت البارح ذكرت البارح يعمل لي في لحظه ذكرت البارح يعمل لي خم معايا كوثر قلت له والله لحظه خان خم عاد قبيله بالحق سامحني عملت لك تمثيليه قلت له اسمع سيبني خليش بيك قلت له سيبني عرفت شكون راه
عرفت شكون؟ قلت له صاي وحدي نعم في حكايه واحد خاطر كان كل ما يزيد باش يقعد معايا باش نزيد ما نجمتش. قلت لها مان كي تجي قول له راهو انت ومرتك خاطر في الاوتيل كي باش يقول لي بالله شكون خاطر انا مشد فيه صحيح نقول له انت مستدعينك خلينا نمشي معاك. كلمت هيلا قلت لها تعبتها نشكرها برشا برشا وتحيه ليها بالحق وكل الفريق وكل الفريق تعبناها برشا مسكينه. قلت لها يا هيلا كي تجي العمر قول له راهو فما شكون مستدعيك انت وحرمك كوثر كي خاطر قلت لها كي باش نقابله في الاوتيل باش يقول لي انت علاش مشيتي معاه عاد البارح ماخذه راحتي نتعشى ونحوس يعمل لي مان قاعده تاكلي نورمال وانا مرتاحه ما ندخلنيش لا اكلي لا شرب لا ما لا حتى شيء. قال لي باه زيد ما يفوك لا تاكل لا تشرب يا عمر ما نجمش تعب ستريس عشيت البارح بالكدا عشيت الحمد لله قال لي قال لي تعرفين على شو هذايا بالحق سي علي فهم. قال لي تعرفين على جيت للوتيل قلت له عليه قال لي جيت على خاطرك انت تفرهدي ودوري مساج يمكن الصباح تو نهرب والا ما نمشيش نقول لهم ما نحبش اما الاكثريه عليك انت باش تفرهدي في الوتيل والله يا عمر بالحق هذا وعلي المهم تفرهدي انت وفي نفس الوقت مخو صايين نحس فيه يقول لي على خاطرك راه هاي تفرهدي ماني نعرفك تحبي تفرهدي باري عامني جو وتفرهدي وكل شيء وفي نفس الوقت يخمم فيا ما حبيش تفهم يخمم فيا وهو في قمه مخه هو فما بشر عمر يخمم في بشر بالطريقه هذه كيما انت و وكوثر فما ها فما موجود يا اخي شنو هو ديفواتو الراجل هذا ما عندوش لا لا ما عندوش هيا ما عندوش شنو هو ديفوات هالمرأة هذية؟ ما نقول لك ها ها ندبهم ها ندبهم مردي جاي خلي كيك شنو هو ديفوات حبك جنجانة يس انسى الكل شنو هو لك؟ كاو جنجانة قول 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 عليه أكيك نكر على روحي ساعات نكون قاعدة لبس علي نكر على روحي وحدي تدي تقعد وحدي أوه سيب 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 ما شو ملعب مين عملتهم مش... أي عملت برش برش أحكي لي ترى كنت تكون عركة صغيرة يخدم شي يقول كوثر أسكتي راني ساي خدمت آه أي لحظة خدمت أنا ما كوثر أسكتي أمان يقول لي أمان أسكتي نحكي لك عملت وشي عاملة نهار لا نتعاركوا راهو عرك 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 نساوي الرجال لا لا نتعاركوا عرك عرك نتاع وحده تمشي على دارهم وصاي ما نمشيش نتعاركوا وردوا بالكم واحد ماما كي تدخل بيناتنا ولا باب كم بالصبح لا يا دارنا مره عمر عطاني كف كلمت بابا قلت له توا جاني جاني بابا كلاني بتريحه نبش القبور كلاني 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 وخليني نمشي شنو عمر يعطيك كف عمر وبوك يعطيك تريحه والله قتلني لا والله قتلني بابا عمر قال لي انت ظالمه عمر ما نضربوش امراه يا عمر هكا ولا انت غلطت فيها غلطت لا لا ابا يكفي ان بابا اللي اعطاني تريحه اش باش تعمل له بو وينو يا ابوها ما عادش تضربها يا ابوها وعلى فكره انا محظوظه مش كان في الراجل مش معقول لا ام صغار شنو اعطاني كف ضربني اعطاني كف تو عمر قال لك غلطت لا لا خلي اعطيني كف نستاهل حتى انا لا نستاهل انا عملته ساعة ما تستاهلش واش عمل؟ عملت ما فما حتى امرأة لا نكر على روحي ما فما حتى امرأة تتضرب ولا راجل يتضرب لا نكر على روحي لا العفو اخي واحد يبدا ينصح فيك بالساعة لا 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 سامحني سامحني ما نبسطوش الكف لا ما نبسطوش لا لا انت شو عملت؟ ماكش تقنع ما نحكي لك شنو عملت مي كريت على روحي واحد ينصح فيك 700 مرة اي وانت باقي مكبشه هاي كولي كف وسكتي لا ما يضربكش كان ما كسر كليش كان مانيش باش نسكت ما يضربكش مانيش باش نسكت ما يضربكش مانيش باش نسكت باش تسكت توا ولا يا عمر شوف لالا احنا فدلكنا في الموضوع هذا على فكره لحظه لحظه حتى شيء استنى لحظه انت حتى شيء ما يبرر العنف ما يبررش نمره ولا راجل نمره على فكره شنو على فكره انا مش محظوظه كان في الراجل محظوظه تريدها في البول ام اللي عندي بوك وام اي محظوظه فين برشا يا ما بوك ما يزموش يضربك
قال لي والله كليني نهارت. ليه مو اسمعها لحكيك، اسمع لحكيك، انا سمعت انت لحكيك تو تخبطني هنا. ايش عمل؟ تعمل انا اقول لك شو عملت؟ كريت على روحي. ايش عمل؟ مثال كان على عركه صغيره جاني قال لي يا كوثر اسكتي انا باش تولي باش تكبر. ليه باش تكبر؟ اي لحظه ان شاء الله واحد يشدك من السته نتاع انت شوها صار؟ لا شو لا قلوب واو واو نعمل كيكه فليم وحدي ما فهمش. اي نعرف روحي ما تضربش ما تكسرش. ليه؟ اما لوك 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 ومن بعد ما فهم شيء. فهم شيء. قال لي بابا عاد كل اللي تريحت ملي كليت تريحت نتاع بابا ما عادش. لا عاد يضربك انت ولا عاد انت تسمح له باش يعطيك تريح. محظوظه قلت في بابا وفي امي في راجلي وفي امي وبابا وراجلي وامي وبابا من راجلي. طيب معامسي تصور بابا يقول له اعمر جيب لي غدوه كعبيت ورقه. نقول له قول له ما فماش ورقه فما كاغط. يقول لي يحشمي عاد الورقه. يقول له ما فماش ورقه فما كاغط. فما كاغط. اي انت يقول لي اسكتي عاد. يقول لي اسمي ابوك حقه خوك الحليب يخرج الصباح بكري يصلي صبحه يرجع يمشي المجازان يبدا واقف هاي تعرفوا جا يبدا واقف علاش باش يخرج ستيك الحليب. انا في بالي كي خرج في ستيك الحليب في بالي يعني يدبر في راسه لا يحطهم عليك. كان القهوه ما خذاش حليب يجي ياخذ عند عمر ما يقعدش يستنى من المجازان. كان واحده ما عندهاش هزي ستيك حليب. كان مرت خو ما عندهاش هزي ستيك حليب. كان بنتك شوفي عندها حليب فلان عنده حليب. قلت صار انت مش يعني تدبر في راسك. قال لي شنو ندبر راسي كيفاش ندبر راسي تروح حليب. هاك انا بطبيعتي الصباح بكري هاك نخرج الحليب. انا كن يقضي للناس الكل. يقضي للناس الكل. محبوب عند الناس الكل. يعطي الصحة. اخر كلمتك لي هاي. نقول له ربي يبارك لك وان شاء الله ربي يحييك بخير وان شاء الله ربي يفضلك. وان شاء الله نهاري قبل نهارك. نتفشل ان شاء الله ما نطفعش ان شاء الله انا نموت قبل خاطر كان تموت انت انا نذيع. انت عند ربي سبحانه عند ام بالحق والله نذيع. هذه كل من اقرب الناس لي ومن اقرب الناس ليك خاطر انا وليت للي تنسى بك انت. ان شاء الله ربي يحفظك ان شاء الله. هاي قوم يا كبتر هاو راجلك بحذاك تحية كبيرة ليهم يلا امشيلي. يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة. إن شاء الله الحاجات الباهية كيما هكايا تدوم في الإيميسيون هذه إن شاء الله. والله بالحق ماذا بيا أنا والله راهو ماذا بينا. أنتم البعض منكم عنده موقف من البرامج الاجتماعية اللي على شكلة البرنامج هذا. علاش؟ يقول لك يا أخي هذا اللي موجود في المجتمع والله كان لقيت هم جاو. هاي كي جات عينة أخذيناها. يعطيكم الصحة بارك الله فيكم وتبارك الله عليكم. تحية كبيرة العمر. تحية كبيرة ليك عايش خويا. يعيش يعيش إلى اللقاء. يعيش ميرسي. لا 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 بشوية ايجا ايجا ختامها مسكاي نندبهم بردي قايلة. نعود مشاهدينا الكرام بعد هذا الفصل.